بعد مراحل تجميع أول تابلت ولابتوب صناعة مصرية 100%، هل الموضوع بيتوقف عند هذا الحد؟ لا، بيكون في أكتر من إجراء، أكتر من خطوة بعد كده علشان نتأكد من نزول التابلت أو اللابتوب بأفضل مواصفات بأفضل جودة، من خلال طبعا أكتر من حاجة بيعملوها علشان يتأكدوا من تفوق الجهاز أو حتى من المواصفات بتاعته. باشمهندسة حنان هتشرح لينا بقى ايه اللي بيحصل بعد كده. اهلا بيكي، وقولي لنا بقى ايه اللي بيتم بعد كده. احنا عندنا هنا غرفتين علشان نتاكد من الجوده والكواليتي والمواصفات، دقه المواصفات اللابتوب او التابلت. اهلا بحضرتك في قسم الحاسبات مصنع الالكترونيات بالهيئه العربيه للتصنيع. القسم هنا في البدايه هو بيتكون من خطين انتاج، كل خط مزود بكافة الأجهزة والمعدات المناسبة لإنتاج تابلت ذو مواصفات جيدة من خلال عمالة مدربة على أعلى مستوى. معنا كمان في القسم المكونات وغرفة الكلين روم، الغرفة دي في غاية الأهمية ومزودة بكافة الأجهزة المساعدة لتوفير بيئة مناسبة للإنتاج. معنا في كمان برضو في القسم في غرفة الإيجينج روم، غرفة الإيجينج دي غرفة بتسع لتقريباً لـ2000 جهاز، من خلالها بيتم تحميل الجهاز من 5 لـ6 ساعات لضمان جودة المنتج وضمان استمرارية العمل بنفس المواصفات القياسية بدون التأثر بحرارة بطارية أو بزمن تشغيل الجهاز. بعد كده لما في مراحله بنوصل لخط التعبئة والتغليف من خلال معدات مجهزة لتوصيل المنتج بشكل جيد من حيث الشكل الخارجي، بعد ما احنا تأكدنا من مراحل انتاجنا من الشكل الداخلي فلازم نقدم المنتج من خلال شكل خارجي مناسب للجودة نفسها. ثم بعد كده الجهاز بيعدي بيه مراحل اختبارات كثيرة أثناء الإنتاج، وأصلا وفي اختبارات قبل الإنتاج لأن احنا بنختبر المكونات نفسها. ثم بيجي الاختبار الرئيسي في غرفة الجودة، دي غرفة مجهزة بكافة الأجهزة اللي احنا نقدر من خلالها نحكم على كفاءة المنتج من حيث الاهتزازات، من حيث التجريح، من حيث الكفاءة بتاعت الجهاز، كفاءة الصوت، كفاءة الصورة، جودة المنتج نفسه، جودة الخامات المستخدمة. كل دي أجهزة حضرتك هتشوفيها إن شاء الله لما تدخلي غرفة الجودة إن شاء الله. شكرا لك. شكرا جزيلا. آخر مرحلة معانا في تصنيع التابلت أو اللابتوب المصري، اختبارات الجودة في معمل الجودة. هنعرف بقى إزاي بيختبروا التابلت أو اللابتوب المصري عشان يتأكدوا من جودته وإنه بالفعل يعني مفهوش أي عيوب. المهندسة رضوى أهلا بيكي. أهلا. الغرفة دي مهمة جدا، ودي آخر حاجة، دي آخر مرحلة علشان نقدر إن إحنا نقيس بقى جودة التابلت واللابتوب المصري اللي بإذن الله هينزل السوق المصري ويكسر الدنيا بإذن إن شاء الله. إن شاء الله. هنا في معمل الجودة، المعمل بيضم مجموعة من أحدث الأجهزة طبعاً الخاصة باختبار الحاسبات، سواء تابلت أو لابتوب. هنا عندي مجموعة من الأجهزة زي مثلاً أجهزة بتخص خط الإنتاج، وأجهزة بتخص الصيانة، وأجهزة للجودة. إحنا عندنا بنعمل ديزاين فاليديشن في الأول خالص، يعني أنا عندي مرحلتين. في الأول خالص قبل ما المنتج بيتم تصنيعه أنا بعمل تفتيش تحققي للمنتج، بتأكد إن المنتج أصلاً قابل للتصنيع على خط الإنتاج، زي مكنة اختبار تحمل الاهتزازات. المكنة اللي قدامنا دي بتأكد إن المنتج بيتحمل اهتزازات وقابل إن هو يتحمل كل الاهتزازات طبعاً باختبار معين. عندي هنا مكنة تانية زي ماكينة اختبار تحمل مفصلات اللابتوب،
عندي غرفة لاحتمال الحرارة العالية والرطوبة العالية، بتأكد برضو ان المنتج قابل ان هو يعني يشتغل في اي ملائم للاستخدام في اي بلد حتى لو درجة الرطوبة والحرارة عالية. ماكينة اختبار السقوط الحر، عندي يعني مجموعة جهاز اختبار طباعة اللوجو، جهاز للمفاتيح، جهاز لتحمل المفصلات، كل حاجة ليها. انا عارف ان مراحل التصنيع زي ما شفنا بشكل يدوي، يعني المهندسين او العاملين الموجودين هنا بيعملوها بشكل يدوي. لما بيجوا هنا الاجهزه لما بتيجي هنا حتى الان نسبه الخطا او يعني المفروض بنتفادى الخطا يعني بنسبه قد ايه؟ يعني مثلا اكتشفتوا انه في اخطاء في يعني لابتوب او اي يكون أي مثلا 1% او كده وبنحسن 1% يعني واحد واقل كمان، لان احنا بنحسن يعني احنا ممكن مثلا يبقى السقوط الحر نكتشف ان هو مثلا ممكن عن 60 سنتي او 70 سنتي، لا يبقى احنا عارفين ان في المنتج اللي بعدين ان شاء الله ممكن يبقى السقوط يبقى اعلى شويه، ممكن يتحمل التاب سقوط اعلى شويه باذن الله. يعني التابلت ده لما ينزل السوق المصري مدى نجاحه هيكون وفقا لسعه انتشاره، واحنا عارفين انه الهيئه العربيه للتصنيع كل منتجاتها قد ايه هي مهتمه كمان بتوطين التكنولوجيا وتوطين الالكترونيات، ومتاكدين كمان من انه كان في اهتمام كبير جدا بادق التفاصيل وانه التابلت ده يتصنع بدقه عاليه جدا، لانه هو ده اهتمامنا وتوجهات الدوله المصريه خلال الفتره الاخيره ان احنا يكون عندنا الكترونيات صناعه مصريه، نقلل من الواردات، نكتر كمان من الصادرات، والحمد لله الحلم بيتحول لحقيقة. وعلى أمل كبير جداً أنه إن شاء الله بعد نجاح هذا المنتج المصري صناعة وفخر الصناعة المصرية إن شاء الله هنصدره للخارج، وهينافس كمان إن شاء الله المنتجات المستورد. شكراً لحضرتك وبشكركم مشاهدين على حسن المتابعة، فخورين جداً وسعداء جداً بأنه بنشوف حاجات بيتكتب عليها صنعة في مصر أخيراً.